بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في نوع جديد خالص من النيوبلازم، وهو الماتيور ليمفويد نيوبلازم. تعالوا نرجع كده نشوف الـ WHO قسمت الليمفويد نيوبلازم إلى بريكيرسر وماتيور على حسب السيلف أوريجين، وعلى حسب بعض الماركرز زي التيرمينال ديوكسي نيوكليوتيد ترانسفيريز او التي دي تي، قسمت على حسبه الليمفويد نيوبلازم الى بريكيرسر وماتيور. كل النيوبلازم الليمفويد نيوبلازم هيكون بوزيتيف للتي دي تي، حطيته في هي الكاتيجوري اللي هي البريكيرسر ليمفويد نيوبلازم. والنيوبلازم اللي ما عليهوش الماركر اللي هو التي دي تي قالت عليه اسمه ماتيور ليمفويد نيوبلازم. بعد كده طبعا كل منهما هيتقسم الى بي وتي وناتشرال كيلر زي ما شفنا في الاكيوت. نبدا نتكلم النهارده عن الماتيور ليمفويد نيوبلازم. يبقى لو عايزين نعرف ايه هو الماتيور ليمفويد نيوبلازم، هو ماتيور وليمفويد والنيوبلازم يعني ايه؟ يعني هو نيوبلازم ده ان كنترولد بروليفريشن ناتج طبعا نتيجه الامبالانس في السيل سايكل، زياده في الجروث ونقص في الابوبتوزيس، فحصل امبالانس في السيل سايكل، حصل ان كنترولد بروليفريشن. ده بالنسبه لكلمه نيوبلازم. طيب ليمفويد يعني سيلف اوريجين جايه من البي او التي او ناتشرال كيلر ليمفويد سيلز. ماتيور يعني طالعه من السيلز دي في الماتيور ستيج، حصل المالجنانت ترانسفورميشن في الماتيور ستيج، يبقى ده مالجنسي كلونال جروث من الماتيور ليمفويد سيلز نتيجه لان كنترولد بروليفريشن. بيبقى موجود بقى في صورة ايه الليمفويد الماتيور ليمفويد مالجنسي ده، يعني يبقى بريزنتد في العيان في شكل ايه؟ والله بعض الليمفويد الماتيور ليمفويد مالجنسي يجي في شكل لوكيميا، وبعضه يجي في شكل ليمفوما، وبعضه يجي في شكل what's called مايلوما، وبعضه ممكن يجي بالشكلين لوكيميا او ليمفوما. وممكن الموضوع يبدأ بصورة وبعد كده يتحول إلى صورة أخرى، زي مثلا إن يحصل ليمفوما وبعد كده يحصل لها ديسيمينيشن للبومر والبريفرال بلود، فيبقى فيها لوكيميك بريزنتيشن. يبقى كده إذا بعض الليمفويد نيوبلازم قلنا ممكن يجي في صورة لوكيميا. يعني إيه بقى لوكيميا؟ يعني circulating malignant cell أو circulating neoplastic cells في البريفرال بلود. يبقى إن النيوبلاستيك cells تمشي في البريفرال بلود دي هسميها لوكيميا. طب يعني إيه ليمفوما؟ أوما دي يعني إيه؟ يعني ماس. يبقى النيوبلاستيك cells هتعمل ماس من النيوبلاستيك سيلز دي في ليمفويد اورجان، يبقى اسمها ايه؟ اسمها ليمفو. طب مايلوما يعني ايه؟ يعني البلازما سيلز المالجنانت بلازما سيلز تعمل بروليفريشن في البون مارو، يبقى دي اسميها مايلوما. زي ما قلنا كده الماتيور ليمفويد مالجنسي ممكن ياخد اي صوره من دول. طبعا في بعض الانواع هتختص بصوره دون اخرى، لكن هي دي الصور اللي بيجي فيها الليمفويد نيوبلازم. فتعالوا نشوف مثلا بعض الليمفويد مالجنسي اللي بيبقى بريزنتد از لوكيميا، يعني البريزنتيشن بتاعه بيبقى از لوكيميا، يعني البرايمري انفولفمنت بتاعه بيبقى في البون مارو والبريفيرال بلاد. ايه بقى الليمفويد مالجنسي اللي يجي بالشكل ده؟ عندي البلازما سيل لوكيميا، الهيري سيل لوكيميا، البرو ليمفوسيتك لوكيميا، واللارج جرانيولار ليمفوسيتك ليمفوما، ليمفو بروليفريتيف ديس اوردر اوف ناتشورال كيلر سيلز. دي الاربع انواع دول البريزنتيشن بتاعهم بيجي في صوره لوكيميا. نعيد تاني الكلام ونقول ان المايلوما ده عباره عن بروليفريشن لمالجنانت بلازما سيلز في البون مارو،
قد ينتج عنه طبعا البرودكشن بتاع المونوكلونال بروتين او لا، زي ما هنشوف في البلازما سيل نيوبلازم لما نقولها في وقتها. بعض الليمفويد مالينانسي ممكن يجي في صورة لوكيميا وممكن يجي في صورة ليمفوما، ويكون هو ده البرزنتيشن بتاعه، يعني ممكن يبدأ بالبرزنتيشن بتاعه في صورة لوكيميا وممكن يبدأ البرزنتيشن بتاعه في صورة ليمفوما. حتى لما بيجي نكتبه، لو نفتكر واحنا حتى بنتكلم على الأكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا، كنا بنتكلم نكتب كده اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا داش ليمفوما. برضو هنا في الحالات ديت، الحالات اللي ممكن تكون بريزنتد از لوكيميا او ليمفوما، بتبقى نفس النيوبلاستيك سيل، نفس المالجنت سيل بنفس الفينوتايب، ممكن تدي البريزنتيشن بتاع اللوكيميا او الليمفوما، وديت بنكتبها برضو كده اسم اللوكيميا وداش اسم الليمفو، زي مثلا الكرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا سمول ليمفوسيتيك ليمفوما، ده نوع من المالجنانسي هناخده طبعا في وقته. هنعرف ان نفس المالجنانت سيل ممكن تيجي بريزنتيشن لوكيميك بريزنتيشن، هسميها كرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا، او ليمفوماتس بريزنتيشن اسمها سمول ليمفوسيتيك ليمفوما. زيها برضو البيركت ليمفوما، وزيها في التي الادل تي سيل لوكيميا ليمفوما. طيب بعد بقى الليمفويد مالينانسي بيجي بالنيشال برزنتيشن بتاعه في شكل ليمفوميتس برزنتيشن. بعد كده ممكن الخلايا النيوبلاستيك بعد كده ديسيمينيت للبون مار، وتظهر في البريفرال بلاد وتسيركليت في البريفرال بلود، وبعد كده بنقول عليها اللوكيميك بريزنتيشن بتاع او اللوكيميك ستيج بتاع الليمفوما دي. ايه بقى الانواع المالجنت سيلز اللي ممكن تبدا بالليمفوما وتديسيمينيت او تسيركيوليت؟ عندي حاجه زي الفوليكولار ليمفوما، وحاجه زي المانتل سيل ليمفوما، السبلينيك مارجينال زون ليمفوما، اللارج بي سيل ليمفوما، والليمفوبلازما سايتوما. يعني الكلام لسه طبعا احنا الاسماء مبهمه قدامنا ومش فاهمينها قوي، فما ندقش ان احنا نحفظ دلوقتي. لما نيجي يعني نذاكر الحاجه نفسها هنفهم يعني ان دي فعلا البرزنتيشن بتاع الليمفوماتس برزنتيشن وليها لوكيميك ستيج والكلام ده كله، فما نثقلش على نفسنا دلوقتي ونقعد نحفظ في اسماء مبهمه احنا لسه مش مستوعبين. لكن المطلوب مننا دلوقتي ان احنا نعرف ان البرزنتيشن بتاع الماتيور ليمفويد مالينانسي ممكن يجي في اي صوره من دول، ونبقى فاهمين ان واحنا بنشرح هنقول دي لوكيميك ستيج، ده مايلوما، ده كذا ده كذا، نبقى فاهمين بقى، مش محتاجين نوضح في كل درس معنى الكلام. كلينيكال بريزنتيشن بقى العيان بيجي بريزنتد بايه، او ايه السيمبتومز والساينز اللي ممكن الاقيها في عيان الماتيور ليمفويد نيوبلازم. كعاده الماتيور نيوبلازم او الكرونيك نيوبلازم، العيان ممكن يجي اسيمبتوماتيك. احنا عارفين ان الكورس بتاعنا بيبقى بطيء، البروجريشن بتاعي بيبقى بطيء جدا، فممكن العيان يجي لي اسيمبتوماتيك ما بيشتكيش من حاجه خالص، ده هو داخل يعمل عمليه مثلا هيرنيا ولا كوليستايتس ولا حاجه، بيعمل بري اوبراتيف بريباريشن، عمل سي بي سي لقيت مثلا الليمفوسايتوزيس، بدات ادور على سبب الليمفوسايتوزيس لحد ما وصلت ليه ان العيان ده مثلا ماتيور ليمفويد نيوبلازم سي ال ال او واتيفر. فممكن العيان يبقى اسيمبتوماتيك، ما عندوش، ما بيشتكيش من حاجه خالص. ممكن تكون البريزنتيشن جاست البريزنتيشن بتاعه الهايبر ميتابوليزم، او اللي احنا بنقول عليه البي سيمتومز اللي هو الفيفر والسواتنج واللوس اوف ويت، اللي هو السيمتومز اللي ناتجه عن الانكريزد بروليفريشن اوف سيلز فقط، ما يكونش العيان بيشتكي من اكتر من كده. ودي فيك سيمتومز طبعا، ما بتبقاش يعني اتمتد لسبب معين الا لما ابدا انا ادور على السبب والاقيه. ممكن بقى العيان طبعا جاي لي بليمفادينوباثي، بهيباتوميجالي، بسبلينوميجالي،
التي سيلز بتحب السكن زي ما اتفقنا في الاكيوت نيوبليزم، فممكن العيان بتاع التي ماليجنسي غالبا بيجي لي من عياده الجلديه بسكن ليجن. النادر بقى او المراحل المتاخره جدا جدا من الكرونيك ليمفويد نيوبليزم او الماتيور ليمفويد نيوبليزم اللي يجي لي بقى بالسيمتومز اوف بون مارو فيلير، اللي يبدا بقى يحصل سبريشن للبون مارو او انفلتريشن للبون مارو ويحصل الانيميا والليكوبينيا والثرومبوسايتوبينيا اللي بقى هتدخل عيان في الويكنس والريكارنت انفكشن والبليدنج. ده بيحصل ليد جدا في عيان الماتيور ليمفويد مالجنسي. طيب هنشخص بقى الماتيور ليمفويد نيوبليزم او الماتيور ليمفويد مالجنسي هشخصه ازاي. التشخيص بتاع الماتيور ليمفويد مالجنسي بيعتمد على ركنين اساسيين، مورفولوجي اند فينوتايبنج. المورفولوجي طبعا ليه قيمه كبيره طبعا ما نقدرش ننكرها في تشخيص الماتيور ليمفويد نيوبلازم، وخاصه طبعا الهيستوباثولوجي بتاع الليمفويد تيشو يعني رقم واحد في او هي اول خطوه ممكن اعملها في تشخيص الليمفوما او تشخيص ديفرنشال دايجنوز لاي سويلنج في الليمفويد تيشو. لكن الكورنر ستون بتاعنا زي ما متفقين احنا في اي ليمفويد مالجنسي الفينوتايبنج، اميونو فينوتايبنج، سواء بقى فلو سيتومتري او سواء الاميونو هيستو كيمستري على تيشو، ده الكورنر ستون بتاعنا فعلا في الدايجنوستس. بعض الليمفويد مالجنس هيكون اسوشيتد ب سيرتن سيتوجينيتك، هتكون يعني شبه أساسية معايا في التشخيص زي ما هنشوف. يعني بعض الليمفوما مثلا مقترنة بترانسلوكيشن معين بيكون ليه إيد كبير جدا في تشخيص. لكن زي ما قلنا لا غنى عن المورفولوجي، لا غنى عن الإميونوفينوتايبينج ثم الجيناتيك تيست، لكن هنبدأ بنفس الترتيب دايما في الكلام، مورفولوجي فينوتايبينج جيناتيك تيست. فيبدأ التشخيص أو يبدأ الحكم على الدياجنوزيس من الميكروسكوبيك إكزامينيشن طبعا، والميكروسكوبيك إكزامينيشن للليمفويد تيشو. لدرجة ان الناس اصلا قبل ما يبقى في فينوتايبنج، قبل ما نعرف نقسم الليمفويد مالجنسي لي بي وتي وناتشرال كيلر، كانت بتقسم الليمفوما بتعمل لها كلاسيفيكيشن على حسب المورفولوجي. هنشوف بانواع الكلاسيفيكيشن اللي هنشوفها دلوقتي منها حاجات بتعتمد تماما على المورفولوجي، ما كانش عندهم حاجة اسمها فينوتايبنج، حاجات قديمة جدا، فكانوا بيعتمدوا على المورفولوجي انهم يقسموا لسمول سيل او لارج سيل او بلاستويد مثلا مورفولوجي او الكلام ده كانوا بيعتمدوا عليه في التشخيص. فقالوا مثلا ان السمول ماتيور ليمفويد سيلز لو حصل، لو لقينا المورفولوجي عباره عن سمول ماتيور ليمفويد سيلز، ده هينكلود بعض الديفرنشال دايجنوزيس، ولو الموضوع ميديم سايزد او لارج ليمفويد سيلز هينكلود بعض الديفرنشال دايجنوزيس. يعني مثلا سمول ماتيور ليمفويد سيلز لو هي دي اني بلاستيك سيلز عباره عن سمول ماتيور ليمفويد سيلز، فديفرنشال دايجنوزيس هيشمل السمول ليمفوسيتيك ليمفوما، المانتل سيل ليمفوما، النودال مارجينال زون ليمفوما، اللو جريد فوليكولار ليمفوما، والليمفو بلازماسيتيك ليمفوما. في حين ان لو البلاستيك سيلز ميديم سايزد او لارج سيلز هات انكلود الديفرنشال دايجنوزيس هينكلود معايا التي او البي ليمفو بلاستيك ليمفوما، البلاستيك فاريانت اوف مانتل سيل ليمفوما، الهاي جريد بي سيل ليمفوما، والديفيوز لارج بي سيل ليمفوما نون اذروايز سبيسيفاي. طبعا ده كلام كده انا معتمده تماما على المورفولوجي. لكن طبعا بعد كده ظهرت تستات جديده
وجديدة في حينها، يعني في وقتها كانت جديدة، بدأت تلفت نظر الناس ان احنا نعمل كلاسيفيكيشن بطرق اخرى زي ما هنشوف. الكلاسيفيكيشن اللي احنا ماشيين عليها دلوقتي واللي احنا اصلا بندرسها او بنشرحها في المحاضرات دي ال WHO كلاسيفيكيشن. فتعالوا نشوف ال 2016 كلاسيفيكيشن بتاعت WHO قسمت الماتيور ليمفويد مالجنسي الى ماتيور بي سيل نيوبلازم، ماتيور تي اند ناتشرال كيلر سيل نيوبلازم، وهودجكن ليمفوما، واميون ديفيشنسي اسوشيتد ليمفو بروليفريتيف ديس اوردرز. طبعا هنستفيد في الكلام طبعا عن ال WHO كلاسيفيكيشن، لكن احنا يعني بنجمع الموضوع دلوقتي بس، بعد كده نبدأ نمسك حاجة حاجة من ال WHO classification ونتكلم عنها بالتفصيل. تعالوا بقى نشوف بعض ال classifications القديمة زي ال real classification أو اللي هي ال revised European American lymphoma classification. دي قسمت ده كان بعد ظهور الفينوتايبنج اللي كان بيعرف يفرق لي البي من التي من الناتشرال كيلر سيل، فقسمتها الى بي سيل نيوبلازم وتي سيل اند ناتشرال كيلر سيل نيوبلازم وهودجكن ليمفوما. بعد كده قسمت الليمفوما الى بريكيرسر بي سيل نيوبلازم وماتيور، ده طبعا شبيه جدا بالكلاسيفيكيشن بتاع ال WHO. وكذلك برضو قسمت التي والناتشرال كيلر الى بريكيرسر وماتيور، وكانت الكلاس الثالثه اللي هي الهودجكن ليمفوما. في كمان عندي اللوكس اند كالنز كلاسيفيكيشن اللي هي برضو كان بداوا يقسموا الليمفوسايت للتي والبي والناتشرال كيلر، فقسموها الى تي سيل وبي سيل تايب، وبداوا يقسموا التي سيل والبي سيل تايب لسب تايبس. نشوف بقى الرابورت كلاسيفيكيشن، دي كانت موجودة، دي عملوها قبل ما يعرفوا الفينوتايبنج وقبل ما يعرفوا يفرقوا الليمفويد سيلز للبي والتي والناتشرال كيلر، فقسموها على حسب الباترن اوف جروث، قسموها الى نودولار وديفيوز وهيستوسيتيك. بعد كده بدأوا يقسموا طبعا ده طبعا ده على حسب الباترن اوف انفلتريشن للليمفويد تيشو. بعد كده بدأوا يقسموا كل نوع منها على حسب المورفولوجي بتاع الانديفيديوال سيلز، فقالوا نقسمها لحاجه ويل ديفرنشيتد وبورلي ديفرنشيتد وليمفوسيتيك اند هيستوسيتيك او ميكسد. ده طبعا كله كان بيعتمد على المورفولوجي، سواء اللي هو الباترن اوف انفلتريشن اوف التيومر او الباترن او المورفولوجي بتاع الانديفيدوال نيو بلاستيك سيلز. في برضو من ضمن محاولات الكلاسيفيكيشن الوركينج فورميليشن اللي هي كانت عايزه تقسم الليمفوما تقسيمه تستنتج منها البروجنوزيس بتاع الليمفوما، فقسمتها الى لو جريد وانترميديت جريد وهاي جريد. بعد كده قسمت على حسب الافيسمنت اوف اركيتشر او على حسب الباترن اوف انفيلتريشن والمورفولوجي اوف انديفيديوال سيلز الى سب تايبس زي ما قدامنا كده. دي الكيل كلاسيفيكيشن اللي قسمت الليمفويد مالجنسي اللي بي وتي، وقسمت كل واحده منهم الى لو جريد وهاي جريد. بعد كده شفت انا كده ان كان في كذا محاوله لتقسيم الماتيور ليمفويد مالجنسي الى ان وصلنا في الاخر طبعا لل WHO كلاسيفيكيشن اللي احنا ماشيين عليها دلوقتي. ده بالنسبة للكلاسيفيكيشن. تعالوا نشوف بقى الستيجينج، ازاي اعمل ستيجينج لماتيور ليمفويد نيوبلازم او اعمل ستيجينج ازاي للليمفوما. فجالي عندي الطريقة اللي بعمل بيها الستيجينج في الليمفوما، معظم الليمفوما بتخضع لهذا الستيجينج سيستم اللي هو الان اربر ستيجينج سيستم. ايه بقى الان اربر ستيجينج سيستم ده؟ ده ستيجينج سيستم
اقسم لي او رتب لي الستيجز بتاعه الماتيور الليمفويد نيوبلازما او الليمفوما الى ستيجز على حسب الاريا او الليمفاتيك اريا الانفولفد بالمالجنسي. فقسمها لستيج 1 و2 و3 و4 على حسب كام اريا انفولفد بالنيوبلاستيك سيلز او انفلتريتد بالنيوبلاستيك سيلز، وهل هي فوق الديافرام ولا تحت الديافرام، ولا في انفولفمنت للبون مار ولا لا. فقسمها للاربعه ستيجز بالطريقه دي. بعد كده بقى بدا يحط وصف لكل ستيج على حسب البرزنتيشن المصاحبه ليها. فقال والله لو ما فيش سيمتومز خالص هنسمي الستيج دي ايه، يعني قد تكون مثلا 1A او 2A لو ما فيش سيمتومز خالص، او لو في البي سيمتومز اللي هو بقى الفيفر والسواتنج واللوس اوف ويت والكلام ده هنسميها ستيج مثلا 1B او ستيج 2B اللي هو هنزود عليها الحرف بي. لو في بقى involvement لي extra nodal sites هنسميها stage E، يعني مثلا 1E أو 2E وكذلك. ولو في involvement لي spleen هنسميها stage يعني هنحط جنب الرقم بتاع stage S وليكن مثلا 3S. افهم من كده ان الثلاثة اس ديت يعني الستيج 3 بالمواصفات بتاعتها وفيها انفولفمنت للسبلين. ده الان اربر ستيجنج سيستم اللي انا بحتاج فيه ان انا اعمل. طبعا يعني هو الكلام عن الليمفوما انا بتكلم فيه باختصار جدا، يعني شغلتي انا كهيماتولوجيست او ككلينيكال باثولوجيست ما بيتضمنش قوي الكلام ده. يعني الكلام ده طبعا اللي هيقوم بالستيجنج ده طبعا الجراح او الدكتور بتاع يعني المباشر للمريض. انا بتبقى وظيفتي غالبا في الليمفوما ان انا اشوف في بوم مارو انفولفمنت وفي بريفر بلاد ديسيمينيشن ولا لا. دي بتبقى وظيفتي في المعمل الهيماتولوجي يعني. لكن التشخيص الليمفوما عموما و تقطيع الليمفويد تيشو والكلام ده طبعا ده شغل الباثولوجيست، بس احنا لازم ناخد فكرة عنه عشان واحنا بنشتغل احنا بنشتغل يعني بشتغل في عينة بني آدم. فهو البني آدم ده ككل هو بني آدم ككل، انا لازم ابقى عارفة عنه المعطيات اللي تساعدني على اني اوصل لقراية صح وتشخيص صح. فعشان كده انا مش بستفيد قوي في الكلام دوت، لكن عارفة هو طب هو عيان الليمفوما جاي يعمل عندي بون مارو ليه، هو انا بسحب له باخد له بايوبسي ليه، وباخد له بايوبسي وبايلاترال وليه، فببقى فاهم بس انا بعمل ايه. لكن عموما الكلام اللي احنا بنقوله ده كله يعني اكتر الكلام في المورفولوجي واكتر الكلام في الستيجينج والكلام ده كله ده شغل الباثولوجيست وشغل اللي بيقرا التيشو، يعني بيقرا البايبسي بتاعه التيشوز. دي كانت مقدمة كده بسيطة عن الماتيور ليمفويد نيوبلازم. هنبدأ إن شاء الله بعد كده ناخد كل نوع من الماتيور ليمفويد نيوبلازم، ناخد الكلاسس بتاعته والسب كلاسس بتاعته بعد كده بشيء من التفصيل. بتوفيق، أشوفكم على خير إن شاء الله في المحاضرة الجاية مع الماتيور بي ليمفويد نيوبلازم. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.